المدرب تيري فروجي هو الذي يشرف على فريق اتحاد العاصمة. نذكر بأنه كان سبق له أن أشرف على تي بي مازامبي ولكن لمدة شهر وبضعة أيام في فبراير من سنة 2017. ضرب بعيدة جدا، هذه المخالفة مرفوعة في القائمة الثانية، كرة بالراس عن طريق إبارة ناحية محمد مفتاح. اي 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 الكرة بعيدة من مفتاح، كانت أولى من فوزيايا. تيمو سريع جدا، هذا هو تيمو بيسرى يلعب على الجهة اليمنى، كرة خطيرة بواسطة اللاعب تشينغو بصعوبة في مزيان يتوغل يلعبها مع إبارة. مزيان مازال إبارة، مزيان 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 الدفاع انطلق على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب تيسنج، عنده الكرة قلب الهجوم تيسنج الدفاع. هذه المباراة هاو تيسنج والتوزيعة فحتا عن رفيقه أوغوتو بيسراه ينفذ الركنية في القائمة الثانية، بعيدة راحت تماما. ثلاثي وسط ميدان رائع، محاولة الانطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب حمزة كودري. أعطيونا الإعادة نشوف هنا التوغل. لمسة يد، لمسة يد. كنت راح نقول وين هي ضربة الجزاء، يعني مقارنة بالمهاجم تاع الاتحاد ما كان فيه لا دفع ولا هم يحزنون، ولكن الحكم شاهد لمسة يد واضحة الآن في هذه اللقطة عن طريق اللاعب بشكل شكنة. ومفتاح ويصفر الآن، مفتاح يتقدم، مفتاح يسدد ومفتاح يسجل. لا 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 يا مفتاح، لا تضربها بقوة بعد ما تختار الزاوية. لا يا مفتاح. زيان يرفع الكرة هايلة في القائمة الثانية، ولا واحد ولا واحد، الكرة ضاعت. يرسلها بعيدة، بابا رايح راو بن غيتي برا الدفاع يخرج هذه الكرة كثافة عددية كبيرة. رماية هاي الإعادة. يا مفتاحة، يا مفتاحة. من عدته يسجل ضربات الترجيح، ضربات الجزاء، ولو أنه يصنع فارق المركز الأول. كرة بعيدة لأنه سيلتقي مع الثاني من المجموعة الأخرى. خروج رائع هنا من محمد الشيرفي في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة القائمة الأول. الدفاع قف صفر مقابل صفر. تنفذ المخالفة رائعة وإبارة بالرأس. أفضلية حكم المباراة بنغي يطلبها. يا راح من هنالك على الجهة اليمنى، كرة جول. يا راح يو 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 يتريت يا ينتظر المساندة. يا مازال بابا بابا با رائعة. مزيان ومزيان الدفاع. مخالفة هل نفذها مباشرة فوزي؟ لا بعيدة 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 فوز. كرة فوزي بعيدة تماما، فرصة فتح مجال التسجيل. كرة مزيان كانت رائعة، ويايا كان في المكان اللائق واللازم والمناسب، ولكن تسديدته مرت جانبية على يمين وديامبو. المرة الجاية ركز شوية أفضل. كرة من هنالك على الجهة اليمنى، يحاول يمر التغطية من أونيانغو. يايا مازال يلعب في الوسط، كرة خطيرة الحكم هنا قال بأن التدخل قانوني وعادي وطبيعي، لأنه لعب الكرة من أمام حمزة كودري. شوف اللعبة، ما دام لعب الكرة المدافع فلا بأس، لأنه ضرب الكرة. شوف تغير التيجي في الخلف، يطلبها مزيان وصلته مزيان في القائمة الثانية. وضع تسلل أم لا؟ الحكم قال لا. لات اللازمة الشريفي لحد الآن مرفوعة الكرة بالراس. بابا 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 با جول برنس إبارة، ينصب نفسه أميرا ويسجل الجول. اسمع لاموس من الكونغو، جاء إبارة وسجل جول بالراس. بوم حطاله في الزاوية البعيدة، الكل يتفرج عليها، كرة ساقطة رائعة كتير. التوزيع من رضوان شريفي ورائعة الراسية من إبارة. جول يهز شباك الحارس أوديامبو حارس مرمى غورمايا بالروعة اللازمة، حطاله في الزاوية اللازمة وجول. اتحاد العاصمة متفوق على غورمايا. يا سلام عليك يا إبارة، يا سلام. اسمك برنس وكنت برنس في هذه الكرة وفي هذه اللعبة، وحطيتها في المكان بتسعة وغورمايا بثمانية. هويدا من إبارة من هنالك على الجهة اليمنى والتوزيعة بالقائمة الثانية. بابا رائعة، لعبة رائعة من إبارة من هنالك.
في القائم الثاني وبالرأس يلحق عليها فوز في هذه الركنية. والحارس يريد الاتحاد أن يقتل المباراة الآن. رضوان شريفي، شريفي جي مزيان، رضوان بعيد على اللازمة بالشكل اللازم واللائق. كرة ممتازة من بن غيت في اتجاه كودري، يتوغل يطلب بن غيت، كودري فضل الجهة اليمنى، يا راح يا دخل يا مازال يو ومازال مزيان. رجعت لبن غيت مجددا، رجع للخلف لقفي ضيعت الكرة هذه والانطلاقة في الهجمة المعاكسة هاي سريعة وخطيرة. تويسنج يطلب على الجهة اليسرى، حذري من تويسنج، حذري من تويسنج. لا لا في الإعادة هنا تويسنج طلبها على الجهة اليسرى، استلمها معاه شفعي، نعم ضربت في مفتاح الكرة هذه خط العشرين متر في تنفيذها. يا دفاع مرة ثانية وجول بن غيت يضيع خطيرة جدا. يا ضربت في الجدار ورجعت، بن غيت كان في القائمة الثاني، واو ضربت في المدافع وراحت ركنية. صفر هنا هدف ليس صفر هنالك كذلك. مزيان في تنفيذ الركنية، القائم الأول بالرأس، في الثاني من هنالك بالرأس مرة أخرى. حكا التي ضيعها مفتاح، يستعيد يتقدم مفتاح، بابا برايا مسددة كما ينبغي ولكن عالية شوية يا ربيع. في تشكيلة اتحاد الجزائر في هذه اللحظات من عمر المباراة في محاولة لإعطاء النفس الجديد، نسق اتحاد الجزائر في هذه المباراة أمير سعيود. سعيود وصلت ورجعت مجددا عن محيوس، أمير سعيود ما زال سعيود في المراوغة، سعيود يدخل، سعيود أرجع للخلف في اتجاه حمزة كودري. أرضية الميلو يلعب مصيدة التسلل، كرة من هنالك خطيرة لصالح جورمايا لكنها خرجت. لحق بوفاق سطيف المتأهل في دوري أبطال إفريقيا بجدارة واستحقاق البارحة أمام المولودية هنا، وانطلاقة خطيرة سعيود محيوس بحثاً عن هدفه الأول محيوس في دوري أبطال إفريقيا في مباراة ثانية يلعبها في هذه المنافسة. كرة سعيود رائعة لمحيوس، لم يتمكن من تسديد هذه الكرة بالشكل اللائق وضاعت الفرصة. بن غيت أيضاً يلعب مباراة كبيرة اليوم، ضرب الكرة من هنالك في الركنية للاتحاد في القائمة الثانية بعيدة، وصلت لمفتاح يراقب كورتو، مفتاح يرفعها مجدداً في القائمة الثانية. وضع التسلل، وين وضع التسلل؟ وسيلة تعبير، وسيلة وسيلة تعبير راق. صعب الكرة نوغوتو والشافعي، لا تهاون من فضلكم، لا تهاون من فضلكم، لا تهاون من فضلكم. عدل النتيجة وتبقى له 12 دقيقة ممكن يضيف ثاني. كرة في المخالفة، التسديدة ولا لا ولا لا. تأهل من الآن كانت بين رجليك يا أمير يا سعيود، صنعت اللازم هنا في المراوغة ودخلت هنا، خلاص هنا تبررها، هنا خلاص لما زدت الكرة هذه هنا كنت تبررها لزميلك بن غيت اللي لحقك. شوف الصعوبة هنا اللي وجدها محمد لامين زماموج في الأولى ثم في الثانية، كاد يأتي هدف التعديل، كاد يأتي. الصنعة والمهنة والخبرة والتجربة والثقة في النفس كذلك. مختار بن موسى، أرضية، جول أمير سعيود يفعلها ويسجل جول ويضمن التأهل للدور الربع النهائي بهذا الجول في منتهى اللعبة الروعة من هنالك على الجهة اليسرى. مختار بن موسى يمرر على طبق لسامير سعيود بيسرى، حطها في الزاوية اللازمة أمام عود يامبو. جول، شوف اللعبة من بن غيت بسرعة لمختار، مختار لأمير، أمير في الشباك، جول، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة. في وقت كنا نتكلم عن بن غيت، عن ثقته في نفسه، عن الصنع، عن المهنة، عن الخبرة والتجربة التي تسمح له بأن يكون قائد لعمليات الاتحاد.
الاعتماد مختار بن موسى بالروعة اللازمة أرضية، وأمير أروى حطها في الشباك. جول 2-0 للاتحاد أمام غورمايا الذي يخرج من المنافسة ويتأهل الاتحاد في المركز الأول كما كان متوقع ومنتظر وكما كنا نأمل. يا أنا بين الإخوة بين اللاعبين والمناصرين. با جول لنادي غورمايا، وكأن الاتحاد لم يسجل هدفا ثانيا، وأمير سعيود لم يسجل هدفا رائعا، وجاء الجول عن طريق جاك شوي سنج بهذا الشكل في العشر دقائق الأخيرة. يعيد الأمل جاك شوي سنج لنادي غورمايا. هاي الإعادة الركنية المنفذة من هنالك بشكل رائع في القائم الثاني. شوف التهاون ماذا يفعل. شوي سنج تخليه وحده يسجل لكم. نعم جبتها من الداخل يا محمد لامين زيماويتش. هدف لنادي غورمايا في الوقت الرسمي. كرة دخلت، نعم كرة دخلت، ومحمد لامين زيماويتش دخل